سلام سلام بر مردم ایران. السيدة الفاضلة مريم رجوي، مدام مريم أصحاب المعالي رجوي والسعادة، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جئتكم من مهبط الوحي، بلد الرسالة والسلام، قبلة أكثر من 1,500,000,000 مسلم في شتى أنحاء العالم يتجهون إليها في صلواتهم 5 مرات في اليوم والليلة. جئتكم من بلد الخير والاعتدال، المملكة العربية السعودية. بداية اسمحوا لي أن أهنئ العالم بأصواتكم الحرة التي تبعث رسالة، فحواها الأمل والخير والحرص على أن يعود وجه إيران الحقيقي، مهد الحضارات الإنسانية العظيمة، إلى ما كان عليه في السابق. طوال تاريخكم النضالي الذي استمر وما زال عبر 53 عاماً من التضحية والفداء، حتى قبل أن يولد محدثكم الواقف أمامكم الآن، شعب إيران العظيم، شعب إيران العظيم يتعرض لظلم عظيم وغير مسبوق. إنني لم أكن أتخيل يوماً أن يصل الظلم بإنسان ما إلى حد أن يتم إعدام أم حامل أو طفلة لم تتجاوز 11 أو 12 عاماً، أو رجل يتجاوز 70 أو 80 من عمره. إنه بكل صراحة عار على كل إنسان أن يصمت على هذا الظلم. النظام الإيراني هو نظام مبني على فكر المؤامرات والانتهاكات بحق دول وشعوب آمنة مطمئنة مثل الشعب اليمني أو السوري أو اللبناني أو العراقي، وحتى بلد الله الحرام مكة المكرمة لم تسلم من مؤامرات نظام الخميني في طهران، كما حدث كما تعلمون من محاولات لإثارة الشغب وتسييس المشاعر المقدسة في عام 87 من قبل النظام الإيراني. إننا هنا اليوم انتصاراً لإيران الحضارة والإنسانية، إيران العلم والثقافة، إيران التسامح والإخاء، وليس إيران الخميني ولا إيران خامنئي ولا إيران سليماني ولا إيران روحاني. نتطلع معكم إلى أن نرى حقول الزعفران وقد أزهرت، بدلاً من أن نرى الخراب والظلم في منطقتنا والعالم بسبب هذا النظام الفاشي والنازي الحاكم الآن والمختطف لطهران. إن رسالتي إلى النظام الإيراني المتطرف هي رسالة ربانية ذكرها الله في كتابه العزيز بقوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. السادة الأفاضل، إنني كمواطن سعودي عربي مسلم أجدد
لكم ومعكم تضامننا وتأييدنا لكم، حيث كنا وما زلنا وسنظل دائما معكم كالبنيان المرصوص. سنظل دائما معكم كالبنيان المرصوص قولا واحدا غير منقوص، حتى تتحرر إيران من زمرة الأفاكين اللصوص. شكرا. خداي حافظ، خداي حافظ.